لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: الوداد الرياضي يضع العصبة الوطنية الاحترافية في ورطة كبيرة بالدوري، مطلب خصم من أنصار النادي الأحمر لسعيد الناصيري قبل قمة مولودية العاصمة الجزائري، رسميا لاعب جديد يشفى من فيروس كورونا بالوداد الرياضي ويلتحق بالتدريب، خبر مقلق لجماهير النادي الأحمر قبل مواجهة مولودية الجزائر بعصبة الأبطال، رسميا عودة نجم الوداد الرياضي تفرح المدرب التونسي فوزي البنزرتي. أربكت المباريات المؤجلة لفريقي الوداد والرجاء البيضاويين العصبة الوطنية الاحترافية، حيث تعذر عليها برمجتها في شهر ماي الحالي، وذلك لالتزام الفريقين بخوض منافسة دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي الكاف. وكشف مصدر مسؤول أن العصبة الوطنية الاحترافية وخلال اجتماعها بالشركة الإسبانية المكلفة بالبرمجة حاولت إيجاد حلول للمباريات المؤجلة لفريقي الوداد والرجاء، غير أنها وجدت صعوبة كبيرة في ذلك، ولن يتمكن الغريمان من خوض مبارياتهما المؤجلة إلا في شهر يونيو المقبل. وقررت العصبة الوطنية الاحترافية تأجيل 3 مباريات لفريق الوداد الرياضي ضد كل من يوسفياس برشيد والدفاع الحسني الجديدي بالإضافة لحسنيات أكادير، فيما يتوفر نادي الرجاء الرياضي على 2 ضد سريع واتزم ونهضة بركان. وجه أنصار فريق الوداد الرياضي مطلبا جديدا لسعيد الناصيري رئيس النادي الأحمر، وذلك قبل المواجهة التي تجمعه يوم الجمعة القادم بمضيفه مولودية العاصمة الجزائري برسم ذهاب الدور الربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وطالب جمهور النادي الأحمر من سعيد الناصيري التدخل من أجل منح الفرصة لمجموعة من اللاعبين بالفريق الأحمر على غرار سفيان المودن وأيوب سكومة، وأوضحت الجماهير الودادية أن الفريق في حاجة إلى كل اللاعبين مستقبلا، خاصة وأنه تنتظره مجموعة من الاستحقاقات المهمة في الأيام المقبلة، لذلك يجب تحضير جميع اللاعبين المتاحين للمدرب التونسي فوزي البنزرتي من أجل المنافسة بقوة هذا الموسم على لقب البطولة الوطنية وكأس العرش بالإضافة لدوري أبطال أفريقيا. تخلص المدافع الإيفواري شيخ إبراهيم كومارا لاعب فريق الوداد الرياضي من فيروس كورونا، والذي حرمه من المشاركة في المباريات الأخيرة لفريقه ضد كل من اتحاد طنجة وشباب المحمدية بالبطولة وكأس العرش بالإضافة لمواجهة الجيش الملكي. ويستأنف المدافع الشيخ إبراهيم كومارا اليوم الثلاثاء تداريبه مع النادي الأحمر تحضيرا لمواجهة مولودية العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل برسم ذهاب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويعد الشيخ إبراهيم كومارا اللاعب الرابع بالوداد الرياضي الذي يتخلص من فيروس كورونا في الفترة الأخيرة بعد كل من الحارس أحمد رضا التكنوسي وحمزة أسرير وأيوب العملود، هذا إلى جانب شفاء المعد البدني بلغيس حسان ومحمد بن شريفة مساعد المدرب التونسي فوزي البنزرتي. تحسم الجامعة الملكية المغربية في إمكانية تأجيل الدور النصف النهائي لبطولة كأس العرش بين الوداد الرياضي والمغرب التطواني والجيش الملكي ضد رجاء بني ملال إلى غاية 25 من شهر يوليوز المقبل، وذلك لفسح المجال لإنهاء البطولة الوطنية في 21 من نفس الشهر. وكشف مصدر مسؤول أن الجامعة الملكية المغربية ستقوم بدراسة مقترح تأجيل الدور النصف النهائي لبطولة كأس العرش ل3 أيام، وذلك من أجل إنهاء البطولة الوطنية في الأسبوع الثالث من شهر يوليوز المقبل. وتنتظر العصبة الوطنية الاحترافية القرار النهائي للجامعة الملكية المغربية من أجل المصادقة على قرار إنهاء البطولة الوطنية في 21 من شهر يوليوز المقبل، وتسعى الجامعة الملكية المغربية إلى إنهاء الدوري في التاريخ المذكور من أجل تحديد ممثل المغرب في نسختي كأس الاتحاد الأفريقي الكاف ودوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل إجراء مباريات الدور النصف النهائي لبطولة كأس العرش بين الوداد الرياضي والمغرب التطواني بالإضافة لمواجهة الجيش الملكي ورجاء بني ملال. حملت مشاركة يحيى عطية الله لاعب فريق الوداد الرياضي في لقاء الجيش الملكي أمس الأحد نبأ سيئا لأنصار النادي الأحمر، وغادر يحيى عطية الله أرضية الملعب للإصابة قبل نهاية المواجهة بين الوداد الرياضي والجيش الملكي، وتم تعويضه بزميله بدر الدين كدارين. وظهر يحيى عطية الله وهو يتحرك بصعوبة بعد الخروج من أرضية الملعب وينتظر الفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة وفترة الغياب عن الميادين، ولا شك أن الفحص الطبي سيحدد إمكانية مشاركة اللاعب يحيى عطية الله
ضد مولودية العاصمة الجزائري في ذهاب الدور الربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل. أعلنت العصبة الوطنية الاحترافية عن موعد إجراء الدربي البيضاوي بين الغريمين الرجاء والوداد برسم إياب البطولة الوطنية، علما أن دربي الذهاب شهد فوز الفريق الأحمر بهدفين دون مقابل. وحددت العصبة الوطنية الاحترافية يوم الرابع من شهر يوليوز القادم موعدا لإجراء مباراة الدربي بين الوداد والرجاء، وذلك برسم الجولة 25 من البطولة الوطنية الاحترافية. وكشف مصدر مسؤول بالعصبة أن الدربي كان سيجرى في شهر يونيو المقبل، غير أن المشروع الذي قدمته العصبة الوطنية الاحترافية للجامعة الملكية المغربية يتضمن إيقاف الدوري لأسبوعين، وذلك لفسح المجال أمام المنتخب الوطني لإجراء مباراتين وديتين في الشهر المقبل بعد تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم. ويشار إلى أن العصبة الوطنية الاحترافية اقترحت على الجامعة الملكية المغربية إنهاء البطولة الوطنية في 21 من شهر يوليوز القادم، مع تأجيل الدور النصف النهائي لبطولة كأس العرش إلى 25 من نفس الشهر. استعاد فريق الوداد الرياضي خدمة لاعبه صلاح الدين السعيدي بعد غياب لحوالي 3 أسابيع للإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة. وشارك صلاح الدين السعيدي في الحصة التدريبية أمس الاثنين، وسيرافق النادي الأحمر في رحلته إلى الجزائر للمشاركة في المقابلة المهمة ضد فريق مولودية العاصمة الجزائري برسم الدور الربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويعتبر صلاح الدين السعيدي من الركائز التي يعتمد عليها النادي الأحمر في خط الوسط رفقة يحيى جبران، خاصة أنه يتوفر على تجربة كبيرة في الدوري والمنافسات الأفريقية التي تألق بها في السنوات الأخيرة رفقة الفريق الأحمر. وكان صلاح الدين السعيدي مرشحا لمغادرة النادي الأحمر قبل بداية الموسم الرياضي الحالي قبل مجيء المدرب التونسي فوزي البنزرتي، والذي قرر الإبقاء عليه لمعرفته بمؤهلاته التقنية وحاجة الفريق إلى خدماته.